شيخ محمد حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي يا شيخ حول الجلود، فنريد أن توضح لنا حفظك الله، ما هو الضابط في استخدام الجلود؟ الجلود؟ اي نعم يا شيخ. جلود ايش؟ جلود الحيوانات بصفة عامة يا شيخ. إيه؟ لأنه يوجد في الأسواق الآن بعض الأشياء مصنوعة من الجلود، فالإنسان يتحرج. نعم. ويسألون كثيرا من الناس هل يجوز استخدام أو شراء مثل هذه الأمور يا شيخ؟ فنريد أن توضح لنا حفظك الله، ما هو الضابط استخدامه؟ من المعلوم أن الجلود الموجودة في السوق هي جلود مدبوغة، جلود مدبوغة، والجلود المدبوغة عند كثير من العلماء طاهرة، حتى وإن كانت من حيوان النجس فهي طاهرة، والصحيح أنها ليست بطاهرة إذا كانت من حيوان نجس، لأن نجس العين لا يطهر ولو غسل بماء البحر. أما إذا كانت الجلود مما هو مباح الأكل ولكن لا تدري أنت هل هي جلود مذبوحة أو ميتة فلا يهمنك، لأن حتى ولو كانت جلود ميتة أو جلود حيوان مذبوح على غير الطريقة الإسلامية فإنها إذا دبغت تكون طاهرة، مثل بعض الفرا تكون مبطنة بجلد من جلود الضأن الصغار، فنقول إلبسها ولا حرج عليه، حتى لو فرض أنها من ميتة أو فرض أنها مما ذكي ذكاة غير شرعية، لأنه إذا دبغ فإنه يطهر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر. ومر بشاة يجرونها لميمونة فقال: هل أخذتم إهابها؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. نعم. حفظك الله، يعني أنت قلت حفظك الله مع الحيوان النجس، كل غير ما كل لحم يعتبر نجس يا شيخ؟ إي نعم، كل ما لا يؤكل فهو نجس. إي نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهو نجس يعني معناه إذا مات، أما في الحياة ففيه تفصيل. الهرة وشبهها طاهرة إلا بولها وعذرتها ودمها أيضا. وأما السباع التي ليست مما يطوف علينا ويكثر تمدها علينا فهي نجسة. نعم.